استشهد شاب وأصيب أكثر من 200 برصاص الاحتلال اليوم أو يوم الجمعة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة في قطاع غزة، ووصل آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة حملت عنوان عائدون رغم أنفك يا ترامب. في الجمعة 24 وبعد 162 يوما من انطلاق فعاليات مسيرات العودة الكبرى، تستمر احتجاجات الغزيين رفضا للواقع الذي فرضه عليهم الاحتلال لأعوام طويلة، ووقوفا في وجه قرارة الإدارة الأمريكية التي تسعى لفرض واقع يلغي سياق حقوقهم التاريخية. هدفنا أن نرجع بلادنا ونرجع أراضينا، وإحنا بنوجه رسالة لترامب، مؤامرتك هتفشل بإذن الله، والقدس حتكون إن شاء الله عاصمة أبدية لفلسطين، وحتتحرر البلاد بإذن الله، وحنواجه الاحتلال بأجسامنا العارية بإذن الله. إحنا كل جمعة هنا موجودين، إحنا الكبار يموتون والصغار لا ينسون، إحنا هنا موجودين، وإحنا كنا موقفين البلالين الشعيرة، واليوم طلقنا عدة بلالين، تو قبل شوية خلعنا 50 بالون على الحواش وعلى المستوطنات. لا صفقة ولا ترامب ولا لجعس من ترامب بيجي يعني ياخذ شبر من أرض فلسطين أو من القدس، القدس لأنه وإحنا راح نضلنا نيجهان وراح نضلنا نطالب، لو كل العالم وقف ضدنا راح نضلنا نيجهان وتستمر مسيرة العودة إن شاء الله. عائدون رغم أنفك يا ترامب تهديد ووعيد أطلقه القائمين على فعاليات مسيرات العودة الكبرى، وخرجت لأجله الحشود الغفيرة إلى مخيمات العودة الخمس على مقربة من الحدود الفاصلة مع أراضيهم المحتلة، تعبيرا عن رفضها سعي الإدارة الأمريكية لإسقاط حق عودة اللاجئين. طبعا رسالتنا ترامب يعني رغم يعني العقوبات وال يعني والمشاكل اللاجئين ومشاكل يعني الأنوروا وكل المشاكل التي تحدث في قطاع غزة، سنخرج ونعبر عن يعني غضبنا في هذه الجمعة المباركة، ونقول لهم نحن رغم أنفكم سنخرج ونعبر ويعني سنعمل المستحيل من أجل يعني الشعب الفلسطيني. كسر الحصار عن غزة والوصول لحياة كريمة والتأكيد على أن حق العودة لا يسقط من قلوب الفلسطينيين ومن أجندات سياسيهم، قرار أطلقه الغزيين الذين تدفعهم قناعتهم لاستخدام كل وسائل المقاومة السلمية تحقيقا لأهدافهم حتى وإن كان الثمن مزيدا من التضحيات من شهداء وجرحى. منى عوكل، القناة رؤيا، غزة، فلسطين.